And yes, I'm a little shorty from Robin. She been all of my business as of late. I got rich so fast, they want this break, can't catch a break. And yes, I know you tired of hating, I'm tired of staring at your face. And if a tell a we can go tip for tat today. That's on my mama, that's on Bichon, that's on Lil A from FLA. Out here in LA, trying to make a mistake, trying to wrap this case. That's a whole 120K to the magistrate for my parents' sake. And you still talking about sharing cake. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like those? Why you can't answer me? Cause I got more. Why you not here with me? Can you break bread with me? Why you switch phone numbers like those? Why you can't answer me? Cause I got more. الانتصار ولا شيء غير ثلاث نقاط حاسمة للتأهل للأدوار الإقصائية. تابعونا في هذه المباراة بعد قليل ولا تذهبوا بعيدا. صورة جميلة جدا في ملعب أود كرايتي حيث تقام مباراة اليوم. وكالعادة معكم سأكون في التعليق على هذا اللقاء. واليوم لدينا مباراة في دور المجموعات لهذه البطولة. فريق سبارتاك موسكو ضد أياكس. مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة وفي خبرة خاصة. فرصة خطيرة الآن لولا صفرة حكم المباراة لكان هدف في اللقطة. تسلل مثير جدا للجدل، يعلن حكم مباراة المساعد. مشاهدة أمام حضراتكم تشكيلة أصحاب الأرض. راح يلعب الفريق اليوم بخطة الأربعة خمسة واحد الهجومية. أياكس يلعب بشكل جيد على الأطراف. كرة بتضرب الخط الخلفي. شوف انطلاقة اللاعب ولتجاوز المدافعين، كان تسلل صحيح. الآن مع تشكيلة نادي أياكس لمباراة اليوم. يلعب تشكيلة الأربعة خمسة واحد الهجومية في هذا اللقاء. يتقدم بالكرة. ضاعت الكرة. رايان بابل. كرة في مكان خطير. تصل إلى حكيم زياش. حكيم زياش. كرة تصطدم في القائم وترجع إلى الملعب. تصدي مثالي. بيرفعها في وسط المنطقة. حارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر. يستعيد الكرة بهذا التدخل. كرة خطيرة على المرمى. حارس يتدخل بدفع من المرمى. خروج في توقيت مثالي. خلص بالكرة. الكرة الآن مع الفريق الخصم. خارج الملعب رمية تماس. رومان زوبنين. رومان زوبنين. الله على اعتراض التسديدة. الحارس يوقف الكرة السابقة بدون أي مشاكل. جميل الكرة البينية. الله على النظرة. كرة بشكل جميل.
حسبنا حسابه، هدف عكسي بالخطأ في مرمى. إخفاق كبير من اللاعب في إبعاد الكرة، استقرت في شباكه بعد ذلك. هذه إعادة للهدف من زاوية أخرى. نرجع للمباراة مرة أخرى بعد هدف بالخطأ، ونتمنى بأن لا يؤثر على مسار الفريق. تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. تقدم ممتاز باتجاه المرمى. تصويبة غير دقيقة، الكرة تخطئ الشباك. حكيم الزياش الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. يجب استغلال المساحة الموجودة على الجناح. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. كرة تتهادى عند حارس المرمى. فرصة الآن. كم بإمكانه أن يتصرف بالكرة بشكل أفضل. أرضية كانت بدون تركيز، يمسكها حارس المرمى بكل سهولة. فقدوا الكرة قبل ما توصل إلى منطقة الخطر. الكرة مقطوعة في خط الوسط. يتقدم، فرصة خطيرة الآن. أوهو، ماذا يفعل الآن؟ نشوف الإعادة. قرار ممتاز من حكم الراية، على الرغم من أن الفارق كان بسيط جدا، لكن بالفعل اللاعب كان متقدم عن آخر مدافع. التسلل كان موجودا في اللقطة الماضية. ربما لو تأخر اللاعب بعض الشيء لكانت الفرصة تغير من مسار ومجرى هذه المباراة في هذا التوقيت. بمروءة تقدم الكرة، يجب أن تستغل. مستحيل هذه الكرة. شوف الانفراد بحارس المرمى، شوف التنفيذ، شوف التصويبة. الكرة كانت محتاجة عقل بقوة. ضاعت الكرة، ضاعت اللقطة. ماذا سيفعل الآن؟ يفقد الاستحواذ. عند الإمكانية هنا، يفقد الكرة. بروميس ينطلق، يتقدم فيه، بيعدي فيها، بيمر، بيعدي. العرضية باتجاه القائم الثاني. هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة. فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي. حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا، لأن الوقت ما زال كافي للعودة. شوف اللقطة، شوف الإعادة. ضربة رأسية رائعة، بشكل ممتاز خدعت حارس المرمى. عودة للمباراة مشاهدين الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. جورج تزكية، تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. ضاعت الكرة. أمامنا 3 دقائق كوقت إضافي. عند الكرة الآن،
تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. بروميس أكيد الجماهير سعيدة الآن بعد نهاية الشوط الأول. أي فريق يتمنى بأن يحسم تأهله إلى الدور القادم قبل نهاية دور المجموعات، والآن الفريق يحقق هذا الهدف بهذه النتيجة. ضربة البداية للشوط الثاني في مباراة اليوم ضمن مجريات الجولة الخامسة لدور المجموعات، 45 دقيقة نتمنى تكون مثيرة. زياش، أياكس يلعب بشكل جيد على الأطراف، فرصة لوضع الكرة في الشباك. أوهو، يسجل نادي أياكس الآن. نشاهد الإعادة بالطريقة التي جاء من خلالها هذا الهدف. شوف العرضية، شوف النهاية المثالية، شوف كرة القدم الهجومية، واضح أنهم تدربوا عليها بشكل جيد. يا سلام على الكروس، الله على العرضية المثالية، لكن شوف النهاية، يضع الكرة بالقدم في المرمى. الفارق الفني كبير جدا بين الفريقين في مباراة اليوم، واضح ان المباراة تنتهي. الفاريز يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح واحد على واحد امام حارس المرمى، لكن الكرة بتروح. شوف اللقطة، ما حافظ فيها على هدوء، سدد الكرة، استعجل فيها بشكل غريب. هذه راحت الفرصة، واحدة من أخطر المحاولات. رومان زوبنين، فرصة الآن، يتقدم للأمام، حارس يضربها بقبضة يده ويبعدها. يغادر الملعب الآن بعد أن قدم كل ما لديه فوق أرضية الملعب، قدم مباراة رائعة وأعطى الفريق كل ما لديه، والآن يغادر الملعب وسط تحية الجماهير. ركلية تنفذ في منتصف ال 18، ضربة راسية سهلة جدا عند حارس المرمى. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب رايان بابل. بينية مثالية خلف المدافعين. ابعاد الكرة والخطورة. هذه تصويبة، حارس تمكن من ابعاد هذه الكرة بسهولة. رومان زوبنين يتقدم نحو المرمى، يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. كرة بتتحول إلى رمية تماس. حكيم زياش، تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس. فان دي بيك، رومان زوبنين، تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. تطبيق قوي جدا للضغط العالي على الدفاع، قد تكون هذه الفرصة.
وتفتك الكرة داخل المنطقة. بينية تفتقد للدقة، لا تجد إلا حارس المرمى. رايان بابل، بتروح الكرة للخصم. بيعدي بالكرة، بيروح فيها. الآن ممكن يلعب لك كرة عرضية، كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. والآن مع التغيير، الآن وقت الاستفادة من دكة البدلاء، ضغط ماء جديدة في أرضية الملعب، حاول الاستفادة أيضا في تحريك الفريق بشكل أسرع. ضاعت الكرة، فرصة والمساحة موجودة. ضاعت الفرصة الذهبية للتسجيل في موقف الواحد على واحد، لا أدري ما الذي حدث، ما الذي أصابه، قد يندم كثيرا على هذه الكرة. الكرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. فرصة لوضع الكرة في الشباك. كانت مباراة من طرف واحد في أغلب فتراتها، من الصعب أن الفريق الخسران يرجع في النتيجة. قلب يمر ويتقدم الكرة. كانت فرصة هدف لكن التسلل ينهي كل شيء في اللحظة الماضية. والآن مع التوقف والتبديل، ضخ دماء جديدة، حاول لإثارة النشاط في أرضية الملعب من جديد، تطبيق خطة الملعب. سبع دقائق على نهاية هذه المباراة. رايان بابل، جورجي تزكية، يفقد الكرة. عد الفرصة في هذه اللحظات. كاري لايتينج، جورجي تزكية، عند الكرة في مكان خطير. ماذا سيفعل الآن؟ ما في مساحة، ما في مجال، لعب تحت الحصان. المساحة أمامه في هذه اللحظات. الله على التدخل في الوقت المناسب، الحارس ينقذ مرماه من انفراد صريح في اللقطة الماضية. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط 18. مع نهاية المباراة ينجح الفريق في ضمان مكانه ضمن الفرق المتواجدة في الدور القادم. عبور دور المجموعات ليس بالأمر السهل، ويتطلب مجهود وثقة وأداء كبير. الآن سيركز الفريق في المباريات المتبقية على صدارة المجموعة، محاولة تجنب الخصوم، بالتأكيد الأقوياء في الدور القادم. حكيم زياش، كرة تصطدم في القائم وترجع إلى الملعب. تصدي مثالي. كرة بشكل جميل. أوه، هذا اللي ما حسبنا حسابه، هدف عكسي بالخطأ في مرمى. كان بإمكان أن يتصرف بالكرة بشكل أفضل، عرضية كانت بدون. بيعدي فيها، بيمر، بيعدي. العرضية باتجاه القائم الثاني. هدف في الأمان،
هدف في الراحة، هدف في الثقة، فارق الهدفين في المباراة. زياش، أياكس يلعب بشكل جيد على الأطراف، فرصة لوضع الكرة في الشباك. أوهو، يسجل نادي أياكس الآن. يهرب بالكرة، مر فيها، طلق فيها، راح واحد على واحد أمام حارس المرمى، لكن الكرة بتروح. شوف اللقطة، ما حافظ فيها على هدوءه. فرصة والمساحة موجودة، ضاعت الفرصة الذهبية للتسجيل في موقف الواحد على واحد. المساحة أمامه في هذه اللحظات. الله على التدخل في الوقت المناسب، الحارس ينقذ مرماه من انفراد صريح باللقطة.